حاجة احنا جد محظوظين كنادي الحال باش انهم يكونوا ضمن المساهمين في التظاهرة اللي منظمها شركة اسبانية، جوج شركات اللي هي فوتبوليروس وبريماريلي اللي كيترأسوها ولا كيسيروها جوج ديال المغاربه مقيمين في اسبانيا، باش يحاول ما يمكن تكون الحظوظ ديالهم انهم يقدروا بعد مجموعه الاختبارات يختاروا منهم بعض اللاعبين اللي يكونوا ممتازين ويقدروا يلعبوا في البطوله الاسبانيه. دونك التظاهره ما قربت لنا الا اللاعبين ديالنا يكون عندهم حظوظ بانهم يحترفوا في الديار الاسبانيه او بعض البطولات في اوروبا. احنا غير مساهمين، ولكن الاختيار كيبقى للناس، اللجنه التقنيه جايه من اسبانيا هي اللي وقع لها الاختيار، وحنا كنادي الحال ساهمنا معاه في اللوجيستيك وفي الترتيبات لانهم اللي تقدر تنجح هذه الدوره. والحمد لله لحد الان الدوره غدا بأحسن التنظيم، واللاعبين بذلوا مجهود كبير. كنتمنى حظ موفق للجميع، لا لاعبين ديال نادي الحال ولا الجيل المشاركين في الدوري هذا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.